حقيقة بلدنا حلوة وجناين البان جديد بتورينا قدر شنو نحن عندنا خيرات ممكن نستفيد منها في سودان الحبيب، وقدر شنو بتورينا إنه نحن عندنا إنتاج محلي سوداني ممكن أيضا نستفيد منه. لكن إذا بقت في بعض الأشياء اللي ممكن تنقص هذا الإنتاج أكيد ما بيكتمل ولا بنقدر نستفيد منه نحن، ولا حتى نصدر ولا حتى نكون من الدول المصدرة. لكن للمؤسف جدا تلقى مدينتين هم بيهم مصانع ومدينتين كبيرات جدا و يسخروا بالتجارة والصناعة ويكونوا للأسف الشديد يفتقروا لوحدة من الأشياء المهمة زيها وزي الموية اللي هي الكهرباء. إذا هسي أي زول في السودان قالوا ليه المجلد وبابنوسة ما فيهم كهرباء غد يستغرب، لكن اليوم حقيقة احنا حنتعرف عن مشاكل الكهرباء وعدم توفرها بمدينتي المجلد وبابنوسة من خلال ضيفي الموجود داخل الاستوديو. أهلا وسهلا بك الأستاذ طبق محمد عبد الله، عضو لجنة متابعة إدخال الكهرباء القومية لمدينتي المجلد وبابنوسة. صباح الخير عليك. صباح النور عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبق محمد عبد الله حمدان، لجنة متابعة إدخال التيار القومي لمدينتي بابنوس والمجلد، وسعيدين أن نكون في قناة الشروق يا أستاذ أنسام. أهلا بك وكتر خيركم. والقنوات الفضائية بتعكس معاناة المدن اللي بتعاني من الخدمات الأساسية. لا أنتوا بتعانوا صراحة الكهرباء. نعم حجم المعاناة قد يكون كبير، يعني المدينتين معروفات بالزراعة وبالإنتاج وبالصناعة لبعض الأشياء، كيف يكونوا ما فيهم كهرباء وكيف الناس قادرة السنين دي كلها أنه توقف أعمالها وتكون شغالة مثلا من فترة زمنية محددة؟ الكهرباء تجي من الساعة 4 لحد الساعة 6 مثلا. والله للأسف هي ذات الساعات دي وقفت الآن. نحن بعد التغيير زمان الناس شغالة بالكهرباء الريفية بالبابورات العادية، والوقود كان مدعوم، لكن السياسات اللي بعد التغيير وسياسة رفع الدعم عن المحروقات خلينا تكاليف تشغيل الكهرباء الريفية يكون مكلف، لذلك استشعرنا المسؤولية كمجتمعات. نعم. وتحركنا وكوننا لجنة مشتركة بين بابنوس والمجلد، وجينا للخرطوم من أبريل 2021 حتى تاريخ هذه اللحظة وهذه الحلقة. نحن في متابعة بشكل دائم للبحث عن التيار القومي، وقطعنا شوط كبير جدا في المتابعة، وبيمتد شكرا لحكومة الولاية، لحكومة المركز متمثلة في وزارة المالية الاتحادية، لأننا استطعنا في 25 ديسمبر الماضي نوقع عقد مع الشركة الصينية اكس دي، وماشيين في اتجاه اننا نمول الشركة عشان تمشي تبدأ فعليا في استكمال محطة الفول التحويلية لمد مدينتي بابنوس والمجلد بالتيار القومي، وممكن المدن المجاورة حتى لقاوة، مدينة الوضية. نعم. مناطق لقاوة النفط حول الفولة ممكن كلها تتكهرب من الكهرباء القومية. يعني هسه كيف الحياة عموما يا أستاذ طبق، لو جينا شفنا يعني الاحتياجات حقت الإنسان والاحتياجات بتاعت عموما، إنه مدينة بابنوسة هي مدينة صناعية وفيها مصنع بتاع ألبان وفيها ورشة سكة حديد، والمجلد أيضا مدينة تجارية، كيف عدم تأثير عدم الكهرباء على الإنتاج نفسه؟ يعني والله ده الحال، يعني صحيح بابنوسة مدينة صناعية، نحن عندنا مثلث في القطاع الغربي لولاية غرب كردفان قاعدين نسمي انه مدينة بابنوس هي المدينة الصناعية، لوجود مصنع الألبان، لوجود السكة حديد، موجود الفرقة 22 مشاة للقوات المسلحة، موجود أكبر مجمع لجامعة السلام في بابنوس، فيه 3 كليات، ما أقل من 4000 طالب، المجتمع، المدينة بأحيان حقة الكهرباء بتجيبوها من وين للحاجات دي كلها؟ ما فيش كهرباء، نحن كان شغالين بالكهرباء الريفية بالساعات، الآن ما موجود. يعني هسه المصنع متوقف تماما؟ المصنع متوقف تماما، الذي أنشأ من الستينات، ستينات القرن الماضي من حكومة عبود. وسكة حديد سياسة الخصخصة خلت أن السكة حديد تراجعت كثير جدا. المجلد هي المدينة التاريخية طبعا عندنا، بنسميها دينغ أم الديار لأنها هي يعني تاريخيا هي المدينة التاريخية قبائل المسيرية وشعب منطقة المسيرية، والفولة هي المدينة السياسية فيها اتخاذ القرار، لكن بتستمتع بكهرباء وفيها الطريق القومي. نحن الآن كلجنة متابعة
بصدد إدخال التيار القومي لمدينتي بابونوس والمجلد، وممكن تنعم المدن الأخرى. يعني بابونوس مدينة صناعية من الدرجة الأولى وبتعاني من التيار الكهربائي. والله دي مشكلة حقيقية، يعني كون تكون في مدينة صناعية ويتوفر فيها كل إمكانيات الصناعة وينقصها الكهرباء، ده واحد من الأشياء اللي ممكن تكون محبطة. لكن حكومة غرب كردفان هي نجحت في توقيعها مع الشركة الصينية، شنو من الشروط أو كيف ممكن تكون البدايات الحقيقية لتوصيل الكهرباء؟ متابعة دؤوبة من لجنة المتابعة، وبنشكر أخواننا التنفيذيين في حكومة غرب كردفان، السيد الوالي والسيد مدير عام المالية ومدير البنى التحتية، في أنهم كانوا حضور في توقيع العقد. كذلك لا ننسى يعني فضل وزارة المالية الاتحادية، لأنه التمويل بتاع استكمال محطة الفول التحويلية شراكة ما بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية غرب كردفان. جميل. العقد $9 مليون وشوية بالمناصفة بين ولاية غرب كردفان ووزارة المالية الاتحادية. نعم. الآن نحن بعد التوقيع انتهاء 40 يوم، من أول كم 30 يوم بعد التوقيع، بنتابع في تمويلنا $4.5 مليون اللي على المالية الاتحادية. هل التوقيع ده كان على ورق يا أستاذ طبق ولا تم فعلياً؟ يعني فعلياً التوقيع في حاجة؟ التوقيع كان رسمي على عقد موثق من وزارة العدل. متين حتبدوا في مشروع هذا المشروع؟ عشان نبدأ محتاجين للمال. نحن متين توقعاتكم للمال؟ $4.5 مليون الاتحادية دي جدولت لنا. كويس. حصلت لها جدولة. طيب. إنه الدفع $1 مليون على شهر ديسمبر. ده الآن في حساب حكومة ولاية غرب كردفان بالعملة الصعبة بالدولار، يعني تفسح حساب. نعم. بالعملة الأجنبية تورد فيه $1 مليون، 2 مليون على شهر واحد. الآن أنا جاي على الاستوديو وأخواننا في لجنة المتابعة، أخواننا في وزارة المالية، مدير الشراء والتعاقد في طريقهم إلى وزارة المالية عشان يقوموا يستلموا الخطاب من إدارة النقد الأجنبي من وزارة المالية $2 مليون. نتمنى ذلك عشان الشهر 2 ده فيه $1.5 مليون. أها جميل. يعني نحن دارين نضمن $4.5 مليون الاتحادية. انتوا في مرحلة بتاع التوقف لضمان المبلغ عشان ما تبدو لضمان المبلغ عشان الشركة تبدأ العمل فعلياً، وحيكون في تدشين حيحضروه مواطني مدينة المجلد وبابونوسة في الفول إن شاء الله. ده مفروض يحضر السودان كله. والله يوصف مفروض يحضر السودان كله، لكن نحن الواضين الجمرة حنحضر. نحن ذاتنا حنحضر معاكم لأنه حيفرحنا وحيسعدنا أكيد، وحنكون نحن نستفيد من المدينتين اللي هو بنتجوا لنا وعند فيهم مصانع، وإنسانه ذاته يستمتع يعني بالكهرباء وضحك من والله حضوره. نحن بنفتكر إنه الخدمات الأساسية مفروض تتقدم للمواطن بدون عناء طبعا، لكن نحن يعني خلانا نتحرك كلجنة بتاعت متابعة وكمجتمع، ونحن مفوضين من مجتمعاتنا بالمناسبة، يعني ظلينا السنين دي كلها ناس منتظرة انه يقدموا لهم خدمات، لكن لا حياة. يعني في النهاية نحن اتحركنا كمجتمعات. لازم تتحركوا انتوا، لكن خلينا نشوف الابراج ذاتها حقت الكهرباء ما كانت موصلة ولا كانت في خطة لها معينة في انه الابراج تبدأ من وين وتجي مرورا بلاين معين، ولا انتوا اللي بديتوا الحاجه؟ والله بصراحه نحن يعني محل الابراج واقفه، نحن بدينا في مجهود حق ناس اخرين قبلنا. الكهرباء دي كان مسؤول منها وزير سابق اسمه مكاوي. نعم. مكاوي ده عنده خطه حسب متابعاتنا نحن كمجتمعات انه الكهرباء دي المفروض تصل لاخر نقطه في غرب السودان. تمت اغاله مكاوي ده، جاء وزير اخر المشروع ده وقف. في مشروع، في وزير اخر جاء المشروع ده وقف، يعني شبه انهار كده. نعم. لكن الخط الناقل للتيار القومي اخر نقطه له في بابونوسة. يعني الخط الناقل الابراج وقف في بابونوسة. وقف في بابونوسة. الان هتبدوا من بابونوسة وليه قدام؟ لان احنا حننور بابونوسة وحنعمل خط ناقل للمجلد. ايوه. المجلد مننا 34 كيلو، حنعمل لها خط ناقل من بابونوسة. تخيلي دي بشرة جميلة يا أستاذ طبق لكل أهل بابونوسة والمجلد في إنه يروا النور قريبا، وهو حقيقة نور، يعني نور الكهرباء. الله يا ريت يا ريت. يعني اللي بيخلي عملية يعني التعليم ذات نفسها، يعني الطالب عشان ما يجي يذاكر وهو ما عنده كهرباء، دي مشكلة في حد ذاتها. يعني الآن نحن طلابنا بينافسوا طلاب السودان كله وبدون كهرباء. بدون كهرباء. بدون كهرباء. نحن مستشفياتنا بدون كهرباء. يعني ممكن يعني وصلنا مرحلة انه العمليه الجراحيه بيعملوها بالبطاريه. لا حول الله، البطاريه محجرين دي
عشان اعملوا عمليه دي مرسي يبقى نحن في في المجلد في مركز بتاع غسيل كلى ما في كهرباء الا بالجنريتر او البابور يعني شيء طبيعي انه يتوقف المركز وكذلك معاناه محليات كثيره في غرب كردفان ما عندها تيار يعني ممكن تكون قبيش ودبندا الميرم الدبب كيلك دي كلها محليات ولايه غرب كردفان فيها 14 محليه نحن الان اتحركنا على مستوى بابونوس والمجلد كما ولايه يعني كبيره يعني اكبر منطقتين نعم اكبر مدينتين نعم. في مدينه المجلد مدينه تاريخيه معروفه صحيح. يعني صحيح. بالنسبه للناس بابونوس مدينه تاريخيه ومدينه صناعيه معروفه صناعية. يعني اتحركنا لكن ان شاء الله حيمتد في المستقبل لباقيه المحليات الاخرى نتمنى لكم ذلك لكن خلينا نشوف استاذ طبق برضه في مهددات بتهدد المشروعات دائما وعندنا في غرب السودان عمليه السطو والسطو المسلح والاشياء اللي ممكن تعيق الحركه صحيح شنو اللي عملتوه من اجلها عشان انتم تكونوا حريصين انه الحاجات دي ما تتسرق بالواضح كده يعني للاسف انه المهددات موجوده لا ننكرها الخط الناقل ده ذاته بين بابونوس والفوله للأسف الناس بتسرق الأسلاك 75 كيلو حصلت له سرقات وتم سرقة الزوا ونحن كمجتمعات تابعنا الموضوع ده لحد ما قبضنا الناس وسلمناهم للشرطة والآن في قضية جنائية في بابونوس يعني وده مشروع قومي يعني ده 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 مفروض الدولة كلها تقيف عليه مش بابونوس والمجلد أيوة. ولا لجنة أمن ولاية ولا لجنة أمن محلية ولا مجتمعات مفروض الولاية كلها تقيم على الموضوع ده لأنه الكهرباء ده مشروع قومي وده ده ده يعني ده تخريب للاقتصاد القومي يعني أكيد أكيد نعم. نحن شاكرين ومقدرين لوجودك ونتمنى أنه الكهرباء في القريب العاجل وكل مدينتي بابونوس والمجلد يروا النور ويستمتعوا ومن حقهم زي ما نحن ذكرنا في الأول شكرا جزيلا أستاذ طبق محمد عبد الله عضو لجنة متابعة إدخال الكهرباء القومية لمدينتي المجلد وبابونوس كتر خيرك شكرا جزيلا قناة الشروق وشكرا للعاملين وكتر خيركم بارك الله فيكم شكرا لك نجيكم إن شاء الله في الافتتاح والتبتين بإذن الله إن شاء الله نقدم لكم دعوة ونحن بنناشد مواطننا من هنا عبر قناة الشروق وبنقول لهم خلوكم جاهزين لتدشين البداية ضربة البداية مع الشركة الصينية إكس دي في الفول إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله نتواصل مع كل السادة المشاهدين وإن شاء الله أنتم دائما بصحة وعافية الليلة تحديدا الجو يتغير تماما والمناخ نحن زي ما شايفين أنه فيه تغيرات والتغيرات دي قد تأثر مع ناس كثيرة جدا في مشاكل الجهاز التنفسي خلينا نشوف من خلال عافية هذا التقرير ونرجع من بعده نستكمل جهاز التنفس هو من العناصر المهمة جدا لبغاء الحياة واستمراريتها ولعلنا يعني نحن بنشوف انه الانسان لو توقف تنفسه سواء كان لمدة 5 دقائق الخمس دقائق البسيطة دي ممكن تأثر على جسمه ممكن تؤدي الى انه يفقد حياته جهاز التنفس دوره الاساسي هو تزويد الجسم بالاكسجين والاكسجين عامل مهم جدا لحياة الخلايا الجسمية المختلفة والعمليات الأيضية وعمليات الهضمية وعمليات التكسير المختلفة داخل والبناء داخل الجسم كلها تقوم عن طريق الأكسجين وهو الإنرجي هو طاقة الجسم ويقوم بتخليص الجسم أيضا من ثاني أكسيد الكربون وهو ناتج ثانوي للعمليات الأيضية والهضمية في الجسم على مستوى الخلية و تراكم ثاني اكسيد الكربون ايضا من الاشياء المضره بالجسم وهو عامل يعني غاز سام او عنصر سام بالنسبه لجسم الانسان الجهاز التنفسي يعني من الاجهزه السهل اختراقها بواسطه الميكروبات يعني لو مسكنا تكلمنا عن في الفقره الماضيه عن الجهاز الدوري عن القلب والاورده والاوعيه الدمويه المختلفه فنلقاه دائما هي داخل الجسم يعني محميه بالطبقات الجسم المختلفه القلب محمي بالقفص الصدري بالعظام والجلد وغيره وغيره وهكذا الاورده والشرايين تلقاها دائما محميه اما الجهاز التنفسي هو عامل يعني معرض لانه انت بتاخذ الشهيق بتاخذ الاكسجين والهواء بمكونات مختلفه اللي هو الاكسجين النيتروجين ثاني اكسيد الكربون وهيليوم والعناصر الموجودة في الهواء الجوي تدخل الرئتين بما فيها الذرات الغبار
زراعة الماء، البكتيريا، أي الأشياء كلها عالقة في الهواء تدخل الجهاز التنفسي، بالتالي الجهاز التنفسي معرض للغزو عن طريق الميكروبات المختلفة، الفيروسات، البكتيريا، العوامل المهيجة للتحسس، تحسس الجهاز التنفسي أو مهيجات الجهاز التنفسي عامة زي الغبار، العناصر الكيميائية المنتشرة في الجو وهكذا. فلذلك الجهاز التنفسي داير اهتمام وداير الإنسان يهتم به بصورة كبيرة جدا جدا. وزي ما تكلمنا عن إنه المناعة، مناعة الجسم هي عبارة عن خط الدفاع الأول، فالجهاز التنفسي من أكثر الأجهزة التي تعتمد على مناعة الإنسان، لأنه أنت في أي لحظة في كل ثانية أنت تأخذ شهيق، تأخذ كمية من الأكسجين تدخله جوا الرئتين، بتدخل معها بكتيريا، بتدخل معها فيروسات، بتدخل معها غيره، دي كلها بتدي حمولة أو لود على الجهاز المناعة على أنه يخلص الجسم منها. وبتبدأ بالوسائل الحماية المعروفة عندنا، الميكانيكال باريرز في الأنف والحنجرة والرئتين والقصبة الهوائية، وتمتد للرئتين والتيرمينال برونكيوس الصغيرة، الشعب الهوائية الصغيرة. الجهاز التنفسي ارتبط بأمراض كثيرة جدا، وأكثر يعني حاجة شهيرة مرت على الناس في خلال العام الماضي هو الكوفيد 19، الكورونا فيروس. والكورونا فيروس هو طبعا من الفيروسات اللي أدت لمشاكل كثيرة جدا، وهي بتدخل وبتصيب الجهاز التنفسي. ولا زال العالم لم يتعافى من آثار الكورونا، ولا زالت الكورونا موجودة. والعامل الأساسي برضو مرجع تاني للحماية من الأمراض السارية للجهاز التنفسي المناعة والإجراءات الوقائية المختلفة. لكن في فترة الشتاء، وإحنا مقبلين على فترة الشتاء، تنخفض درجات الحرارة وتنشط معها الميكروبات الفيروسية. ولعلنا نشاهد كثير جدا فترة بداية الشتاء تكسر النزلات البرد، ودي في عامل أساسي لها وهو الفيروس اللي هي الريسبيراتري سينسيتيال فيروس. وبمسك قال عادة الأطفال ضعيفي المناعة والناس الكبار الإيلدرلي، دي الفئة الكثيرة اللي بتتأثر بالتهابات الجهاز التنفسي في فترة الشتاء، وهي المتعلقة بالالتهابات الفيروسية. الالتهابات البكتيرية موجودة، ودي غالبا تأتي بعد الإصابة بالالتهاب الفيروسي. الالتهاب الفيروسي مرتبط بضعف المناعة،